مكملين مع المواهب الحلوة. هلا رح تكون جولييت معنا لحتى نتعرف أكثر على موهبتها. مرحبا جولييت. أهلين وسهلا. كيفك؟ تمام الحمد لله. جولييت خبرينا عن عمرك أول شيء. 11 سنة. عمر كله يا رب. شو قصتك مع الموسيقى؟ احكي لنا. أنا بحب الموسيقى كتير، كنت بعزف عليها من وقت ما كنت صف رابع. بحبها لأنه هي صوتها حنون وهيك. بحب الموسيقى بشكل عام. واخترتي آلة؟ الكمان. ليش الكمان تحديدا؟ لأنه صوته رائع وحنون وهيك بحبه. بتحبي تعزفي كل الوقت؟ ايه بحب. شو بتحبي تعملي غير انه تعزفي كمان؟ برسم، بلعب رياضة هيك. بس الموسيقى عندك ياها هي بالمرتبة الأولى؟ ايه بالمرتبة الأولى. قديه ضليت لحتى تعلمتي على الكمان منيح وكنتي شطورة فيه؟ انا ضليت شي سنتين. سنتين لحتى اتقنتي العزف؟ ايه. مين ساعدك؟ مين قال لك الكمان حلو؟ مين كان يشجعك؟ يعني اول شيء يمكن نعرف انه بصوت شوي بيكون على التدريب ما كتير عم نعطي العلامه صحيحه، بعدين شو؟ خبرينا كيف كانت هيدي المرحله. هلا اول شيء ماما كانت تقول لي انه الكمان صوته حلو رائي وجربيه بتحبي. بعدين قلت لها خلص ماشي اشتريته، ولا بعدين صرت اعزف عليه. ماما شجعتك على الكمان. وانت بتسمعي مقطوعات؟ ايه بسمع. لمين بتعزفي اكثر شيء؟ لفيروز. بتحبي فيروز يعني؟ إيه. فيروز الصبح ورواق وهيك. إيه. بتحبي تسمعي فيروز الصبح ولا تعزفيها الصبح؟ شو؟ لا بسمعه بعزفها. شو اكثر اغنيه بتحبيها؟ بعدك على بالي. اكثر شيء بتحبي انك تعزفيها لهيدي الاغنيه. طيب شو طموحك جولييت؟ انا اصير دكتوره. دكتوره جولييت حلو. وكمان هيك عندها موهبه العزف على الموسيقى. إيه. والجمباز. ايه زنباس كمان. مواهب حلوة يا جولييت. شو هلا حنسمع بعدك على بالي ولا شي تاني؟ لا بعدك على بالي. مكملين مع المواهب الحلوة ومع الآلات الموسيقية للأطفال المبدعين عليها. ورح نكون هلأ مع جوال. كيفك جوال؟ تمام. خبرينا جوال قدي عمرك؟ 10 سنين. عمر كله يا رب. من أي مدى تعزفي على آلة الكمان؟ من 5 شهور. بس من 5 شهور؟ يعني وقت قصير صار لك. كيف هيك اتجهتي على الموسيقى؟ كنت اتفرج على التلفزيون وشفت آلة الكمان وحبيتها فقلت لها ماما بدي اياها. حبيتي صوتها وحبيتي كيف بيعزفوا عليها، فانتي انه قلتي بدك تعزفي على هيدي الآلة تحديدا. طيب من 5 شهور لهلا كيف شفتيها لهيدي الآلة؟ تمام الحمد لله شفتها منيحة كثير. يعني حبيتي العزف عليها؟ حسيتيها سهلة صعبة؟ لا سهلة. سهلة اكيد. يعني ما بلشتي هيك اول ما تعزفي هيك تحزقي واصوات وما بعرف شو؟ ايه شوي. شو كانوا يقولوا لك؟ كانوا يقولوا لي ما تحزقي. ايه وانتي شو تعملي؟ طيب انتي عم تتدربي؟ ايه. جرب محزق وطلعت معي انه محزق. دربتي منيح يعني. انت كنتي مصرة انه ما يطلع هيدا الصوت. ايه. طيب شو اكتر اغاني بتحبي تعزفيها انت على هيدي الآلة؟ كانوا يا حبيبي لفيروز. فيروز يعني الاقيها اغاني فيروز اكتر شي نحن بنحب نعزفها على الآلات الموسيقية وخاصة الشرقية. فخلينا يعني نسمع منك هلا شو قلتي لي؟ كانوا يا حبيبي. حافظتي؟ بتعرفي حابة تكوني انه مثلا تغني وتعزفي سوا؟ لا ما فيني اعزف. يعني شو رايك هيك ممكن تكون فكره لقدام مثلا؟ ايه. شو عندك مواهب تانية جوال؟ الروسي. بتقولي روسي. فيك حافظه شيء بالروسي؟ اغنيه او شيء؟ لا اغنيه لا.
لا كان بس محادثة. ايه انا ما بعرف روسي يعني، كنت حكيت شوي انا وياكي. بس كيف شفتي للروسي، سهل او صعب؟ ايه سهل. شطورة فيه؟ ايه. مين بيحكي معك اكثر شيء لتتدربي على المحادثة؟ ايه اختي. كمان اختك بتعرف روسي؟ ايه. طيب وهي قلنا روسي وموسيقى، وبس تكبري شو؟ بدي تصير دكتورة. ان شاء الله كل التوفيق لإلك يا جوال، يلا نسمع منك. ومكملين مع الأطفال الحلوين الموجودين معنا اليوم، ومعنا هلأ مريم كمان بتعزف على آلة الكمان، رح نتعرف عليها أكثر وعلى موهبتها. كيفك يا مريم؟ تمام. خبرينا قدي عمرك؟ أنا عمري 13. عمر كله مريم، من أي ما تبلشنا على الكمان؟ هلأ أنا إلي 8 شهور، بس أنه صرت هيك شوي قوي بفضل الأستاذ عدنان، هو أستاذ كتير شاطر، والمعهد منور هو كمان كتير أنه كتير انه فيه اساتذه شاطرين وهيك، انا بفضله انه صرت بعرف اعزف انه هيك اغاني وهيك. حلو، ليش اخترتي الكمان تحديدا مريم؟ هلا الكمان انه انا اهلي كتير بحبه من لما كنت صغيره، انه انا جبت الكمان لما كنت صغيره، دربت نت انه هيك شوي بعدين تركته، فهلا رجعت انه الي 8 شهور. يعني قد ايه لما كنت صغيره، قد ايه كان عمرك لما جبتي لهذا الكمان؟ ثاني. كنت كتير صغيره يعني. ايه وهيك. وليش تركتي يعني، كان الصف الثاني كافيك تتدرب؟ كان كتير كبير علي، كان أصغر شيء، أنا كنت كتير صغيرة، فلهيك إنه ما قدرت إنه أدرب عليه. هو مشكلة الحجم كانت يعني، كنتي نعومة هيك وصغيرة والكمان أكبر منك. إيه. وهلأ صرتي تمام أنتي والكمان. إنه نفس الحجم. تمام. هلأ صار لك 8 شهور، كيف شفتي هيدي الآلة يعني، حبيت العزف عليها، لقيتيها صعبة ولا سهلة؟ لا سهلة كتير. هلأ أنا صح إنه فوراً إنه تمكنت منها، إنه كمان بفضل الأستاذ، وأنا كنت من قبل لما كنت صغيرة، فما وقت تركت ورجعت لما كنت صف رابع، إنه صرت أدرب شوي، فلهيك إنه ما حسيت كتير صعب أول ما فتت على المعهد. يعني أنتي أخذة فكرة عنه من قبل ورجعتي هلأ يعني عم تكملي هيدي، خلينا نقول البدايات اللي أنتي بلشتي فيها، هلأ نحن عم نكمل بشكل احترافي أكتر. إيه أكيد. عندك مواهب تانية غير الموسيقى؟ أنا كنت ألعب رياضة كيك بوكس، وبتعلم إنه لغات. كيك بوكسينج كيف قوي ضربتك شو؟ إيه بس هلا تركته لأنه صار عندي ضغط دراسة وموسيقى وهيك. بس أنتي قادرة يعني، الدفاع عن النفس موجود يعني، وأنتي عندك المبادئ كمان مريم. إيه أكيد. طيب شو بتحبي تعزفي أكتر شيء يعني هلا كبداية على هيدي الآلة؟ بداية لا أكتر شيء سهرتنا. أغنية سهرتنا لفيروز. وبس تكبري حابة تكملي بالكمان ولا في عندك طموحات تانية؟ أكيد الكمان أنا كتير بحبه ورح كمل فيه إنه للأخير. خلينا نسمع هلأ سهرتنا. أيوة.